السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مرة جديدة في قناتنا، قناة فيربايك. نعتذر لكم، قصيت على الشين لظروف، يعني فترة طويلة تقريبا. نرجع إن شاء الله. اليوم شنو باش نعملو؟ تقريبا باش نحكو على فورماسيون جديدة باش نخدمها، يعني لمدة فترة ما نعرفش قديش، لكن السلسلة هذه يعني سلسلة خاصة بالبايثون البيتون، لأنه كما تعرفوا جماعة الباك صارت لهم شانجمون في البروغرام، كانوا يخدموا بالتيربو باسكال بدلوا على البيتون. تو تقريبا أول عام جماعة الباك في بالي عدوا على البيتون، كان مشني غلط به. مبدئيا باش نبدأ في فورماسيون جديدة، هذه ممكن يستفيدوا منها أساسا جماعة الباك، تو لي سيكسيون سيونتيفيك، معناها جماعة الباك انفو، باك تكنيك، باك سيونس، جماعة التروازيام زادا سيونتيفيك و دوزيام انفو. واضح؟ باش نبدو نعملو سلسلة كبداية، سلسلة خاصة بالبيتون، يعني لي باز نتاع البايثون، كيفاش نجم تخدم البايثون، علاش نستعملو في البايثون، وواحدة واحدة وان شاء الله كيما نقولوا فيها واحدة واحدة لوين نوصلوا للبيوت نتاعنا ان شاء الله. به مبدئيا السيت اللي باش نستعملوه كسورس او دوكيومونتاسيون هذا هو اللي هو سيت دبليو 3 سكولز. باش نبدو نخدمو، باش نمشو بالبارتيات يعني لهنا، العناوين هذه اللي باش نبدو نخدمو فيها، باش نمشو واحدة واحدة. المهم الانتروديكسيون لهنا، الفايدة او الحاجة، يقول لك واتيس بايثون. البايثون شنو هو؟ البايثون هو سيتان لونجاج دو بروغراماسيون كيما تعرفوا. الكرييتد نتاعو، الكرييتور نتاعو هو غويدو فان روسون، او انه ريليزد 1991. الاستعمالات نتاع البايثون تنجم تستعملو كيما تستعملو في الويب سيرفر، يعني تعملو تستعملو كسيرفر، يعني سيرفر سايد، والا تستعملوا في الديفلوبمون تاع لي سوفت وير زاده. سوفت وير معناها دي زابليكاسيون، تخدم بيه دي زابليكاسيون، تعمل اصل زاده تستعملوا في الماتيماتيك مثلا، لي كالكيل والحكايات هذيك، تنجم تستعملوا زاده في السيستم سكريبتينغ او سكرايبتينغ، باش تصنع دي سكريبت. لان مش باش ندخل في التفاصيل برشا، حاجتي باش السلسلة هذه كل حلقة على الأقصى تقدير ما تفوتش درجين 8 دقائق، فهمتني؟ باش لأنه المستمع كي تطوال عليه الحصة وإلا الفيديو يطوال عليه يفد، فهمتني؟ باهي، أول حاجة اللي هو إكزامبل نتاع أستريكسيون خاصة بالبايثون اللي هي برينت. برينت هي شنو تعمل؟ الفايدة نتاعها أنها تفيشي ميساج. الميساج هذا كيما في التيربو باسكال، شنو كنا نكتبو؟ كنا نكتبو في الباسكال قبل برنت الين والا برنت، نفس الحكاية، انها تحب تفيشي ميساج بالموكلي هذي برنت. باهي، توا باش نشوفو السنتاكس نتاع البايثون، لهنا باش يستعمل لك البايثون سنتاكس لهنا. بالطبيعة ثم لوجيسياليات باش نستعملوهم نحنا في الاكزيكسيون تاع لي زانستريكسيون اللي باش نخدمو بيه مثلا. بالطبيعة لهنا يسهل لك كبداية، يسهل لك ال شسمو الموقع هذا W3Schools، يسهل لك الاكزيكسيون، حتى الاكزيكسيون تاع لي زانستريكسيون تنجم تعملها فيه هو أصل، فهمت؟ هنا كيما تشوفوا هنا باش يعطيك مثلا اكزامبل هذا لهنا، كي تعمل ران يعمل لك هو ليكزيكسيون في الجهه على اليمين هذه. شنو تعمل لهنا؟ الاصل باش يعمل تيست لهنا، اف 5 اكبر من 2 باش يفيشي لك بالميساج هذا برنت، باش يفيشي لك الميساج نتاع 5 از جريتر ذان 2. الاصل تمشي، الاصل تكون ليكزيكسيون مريكله، فهمت شنو المشكل يعني لهنا؟ هنا طلع لك المشكلة في السيت. باهي، عندنا حاجة في السنتاكس لازم نعرفوها في البيتون اللي هي لاندونتاسيون. لاندونتاسيون هذه شنو تعمل؟ اللي هي
وقت اللي انت تعمل مثلا باش ناخذ اكزامبل باش نعملوا مثلا اف لهنا الانستركسيون هذه اف اللي هي تعرفوها اللي ما يعرفهاش انها تعمل مقارنه باش تعمل تيست ما بين حاجه وحاجه مثلا هنا باش يتستي لك اف اذا كانت الخمسه اكبر من اثنين دو بوان هذه الور شنو باش يعمل باش يفيشي لك الميساج برينت اللي هو الميساج شنو على الاكرون باش يفيشي لك 5 is greater than 2 باهي لهنا من المفروض انت تقول الاسباس هذا شنو الاسباس الصغير الموجود في الجهه هذه هو شنو هذاك هو لاندونتاسيون اش معنى لاندونتاسيون لاندونتاسيون في البيتون عندها دخل كبير يعني انت باش تعمل انستريكسيون كي تعمل اف لازم تعمل اندونتاسيون بالتابيلاسيون باش يعرف انه الكود اللي كاتبه انت بعده راه فوسط الايف فهمت كيفاش قبل كي نجي نكتب في التيربو باسكال اش نكتب اف 5 greater than 2 then وبعد نعمل البيجن والاند البيجن والاند في التيربو باسكال تعوضت في البايثون لهنا تعوضت باك لي لاندونتاسيون لهنا في البيتون دونك انت كي ما تعملش لاندونتاسيون هذه شنو يقولوا البيتون يعتبرها انستريكسيون كيما ايف كيما البرنت اش معناها معناها كي هما كيما الاكزامبل هذا يخرج لك الرير شفت لهنا علاش لانه يعتبر الايف انستريكسيون وحدها ويعتبر البرنت انستريكسيون وحدها اللي هو من المفروض البرنت تكون فوسط الايف علاش هو انت كي كتبت له الفوق اف 5 greater than 2 then لازم يلقى الانستريكسيون اللي باش يعمل لها اكزيكسيون وقت اللي انت الانستركسيون هذه او التيست هذا صحيح واضح مبدئيا باش نحبسوا في الحصه هذه او في السيونس هذه في الفيديو هذا باش ما نطولش عليكم كل مره باش ناخذ اكزامبل ولا حاجه باش نفسر لكم على سلسله باش كل فيديو ما يفوتش 7 6 دقائق 10 دقائق باهي مريق التو كما قلت لكم اليوم الحصه صاي ما نطولش عليكم ان شاء الله نكملوا الحصه الجايه ما تنسوش تعملوا شير للفيديو لايك وسبسكرايب اذا بطبيعة اذا عجبكم المحتوى متاعي ومشكورين والسلام عليكم.